تعيينات مباريات الرابطة المحترفة الأولى في الأسبوع الحالي ومباريات متواجدة سواء نهار الأربعاء ولا الخميس أو السبت ولا الأحد في مرحلة تفادي النزول. الجولة الرابعة إياب نهار الأربعاء ماضي 3:30 مستقبل سليمان مع مستقبل المرسى واتحاد طويل مع اتحاد بن قردين. نهار الخميس أيضا ماضي 3:30 زوج مباريات النادي البنزرتي مع قواف القفصة ونجم المتلوي مع الأولمبي الباجي. نذكر بترتيب مرحلة البلاي أوت قبل جولة وسط الأسبوع: الصدارة للسي أ بي 22 نقطة، مرتبة ثانية للأولمبي الباجي 21 نقطة، ثالث تطاوين ب 18 نقطة، مرتبة رابعة بين قفصة وبين قردين 16 نقطة، المركز السادس للمتلوي 15 نقطة، مرتبة سابعة للمرسى 12 نقطة، ومرتبة ثامنة لمستقبل سليمان 9 نقاط. بالنسبة للجولة الخامسة إياب كلها تتلعب نهار الأحد 26 ماي مع ماضي 3:30 مستقبل المرسى مع الأولمبي الباجي، مستقبل سليمان مع النادي البنزرتي، قواف القفصة اتحاد تطاوين واتحاد بن قردين مع نجم المتلوي. بالنسبة للبلاي أوف مرحلة التتويج على ثلاثة دفعات: نهار السبت ماضي 3:30 نجم الساحلي مع الملعب التونسي، نهار الأحد 5:30 الاتحاد المنستيري مع النادي الصفاقسي، ومبدئيا نهار السبت 1 جوان 5 ديربي العاصمة بين الإفريقي والترجي، ممكن يتأجل موعد المباراة هذه للأحد 2 جوان نظرا لتزامن موعد 1 جوان مع نهائي كأس كرة اليد أيضا بين النادي الإفريقي والترجي في قاعة رادس. تعيينات مباريات الجولة العاشرة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية: نهار السبت 25 ماي في المجموعة الثانية مستقبل الرجيش مع ترجي الجرجيسي، سبورتينج المكنين مع أمل جربة، محيط قرقنة والنصر الرياضي بجلمة، الملعب الجابسي مع هلال الشابة، أمل الرقبة مكارم المهدية، وأولمبيك مدنين مع مستقبل جابس في المجموعة هذه، أولمبيك سيدي بوزيد معفى. ثم نهار لحد بقية المباريات بالنسبة للمجموعة الأولى: جمعية ريانة مع سبورتينج بنعروس، نادي حمام لنف وهلال مساكن، أمل حمام سوسة شبيبة العمران، القلعة الرياضية مع مستقبل وادي الليل، جندوبة الرياضية شبيبة القيروان، ومرجانة تبرقة مع النادي الرياضي القربي، والنجم الرادسي معفى في الجولة هذه.